إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة. عباد الله، هذا الحديث العظيم أصلٌ في اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا مثلاً للجليس الصالح بحامل المسك، مبيناً أن جميع أحوالك معه في مغنم وخير، فأنت تنتفع بما معه من طيب، أو تشتري منه، أو أن يهديك بلا ثمن. فإن لم تفعل شيئاً من ذلك فلا أقل من أن تشتم منه ريحاً طيبة، كالذي يدخل دكان عطار فيخرج منه وقد علقت في ثيابه تلك الرائحة الزكية. وهكذا هي مجالسة الصالحين والأخيار، فإنما يصيبه المرء منهم من الخير أفضل بلا شك من المسك. فالجليس الصالح إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك من الذنوب، فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، بل ويبصرك بعيوبك وبما يكرهه الناس من أخلاقك الذميمة. أضف إلى ذلك أنك ترى من أخلاق هذا الصالح وأفعاله ما يدعوك للاقتداء به. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة، إذ كان يحضر مجلسه الجم الغفير من الناس، قلة هم أولئك الذين يكتبون ما يتلوه من الحديث ويتعلمون من علمه، بينما الغالبية العظمى يتعلمون من هديه وسمته وأخلاقه. ولو لم يكن من فوائد مصاحبة الصالحين إلا أن ينكف العبد بسببهم عن السيئات والمعاصي لكفى بها فائدة. ناهيك عن مدافعتهم عنك عندما تكون غائبا أو في حضورك، ناهيك عن انتفاعك
بدعائهم لك في حياتك وبعد مماتك، كما أن من شرف مجالسة ومصاحبة الصالحين أن الله عز وجل يصيب المرء ببركتهم. ولقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الملائكة الذين يسيحون في الأرض يلتمسون أهل الذكر، يأتون الله تعالى فيخبرونه عنهم والله عز وجل أعلم بهم منهم، فيقول الله تعالى لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول الله مبينا لنا شرف الصحبة وبركتها على الناس، يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا عباد الله ملاحظ، أنه من غلب على عليه صحبة الأخيار والصالحين، ومن غلبت عليه مجالستهم وخلطتهم، غلب على كلامه ذكر الله والابتعاد عن الفواحش من القول. ولذلك تجد الشيطان يجعل في مجالسة الصالحين ثقلاً في القلب وينفر الناس منها لمعرفته بفوائدها عليهم. أما مصاحبة الأشرار فهي بضد جميع ما ذكرنا، إن مصاحبتهم ضرر على من صاحبهم وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: لا تصحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثله. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ودت الزانية لو أن كل النساء زنين. لذلك حذر أهل العلم من مجالسة الأشرار، لأن الطبع يسرق منهم وأنت لا تدري ولا تشعر. وليس ضرر جليس السوء بالكلام أو الفعل فحسب، إذ أن الضرر يتعدى ذلك إلى حتى النظر، فإن النظر إلى وجوه الظالمين يورث في القلب قسوة، ويورث في النفس أخلاقاً مناسبة لأخلاق المنظور إليه، فإن الذي ينظر إلى الفرح المسرور يفرح، والذي ينظر إلى المكسور الحزين يحزن ويترح. وإذا كانت الريحانة الغضة تذبل بمجاورة الذابلة، وإن كان الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة، فما الظن بالنفوس الضعيفة البشرية التي هي سريعة التأثر والتغير. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام الخطابي رحمه الله: إنما حذر من مصاحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظروا عباد الله إلى سيدنا أبي بكر وبركة صحبته وخلطته بالناس، إذ أسلم على يده 6 من 10 المبشرين بالجنة، خلا غيرهم من المسلمين. وانظروا إلى شؤم صنديد من صناديد قريش، انظروا إلى أبي جهل كيف صد الناس وصد الشرفاء عن الإسلام بسبب خلطته وبسبب رفقته. لذلك لا فلاح لنا والله إلا بصحبة الصالحين،
الذين يذكروننا بالله واليوم الآخر، ولا فلاح لنا والله إلا بهجر رفاق السوء الذين يزينون في أعيننا الفواحش والمنكرات. وكل الصداقات وكل الزمالات ستنقلب يوم القيامة إلى عداوات إلا من كان رفاقه من الصالحين. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمسلم يخاف على دين زوجته وأبنائه وبناته، ويخاف على فساد قلوبهم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على المسلم أن يتأكد من ابتعاد أهله عن رفاق السوء، لأن الصاحب ساحب. وكم من علاقات محرمة وفواحش ومنكرات كان سببها ومبدأها جليس سوء ضل فأضل، ورفيقة شر غوت وأغوت. وإن من أخطر رفاق السوء في أيامنا هذه وسائل الترفيه كالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتلفاز، فهذه وسائل هدم منظمة وعالمية ومتخصصة في تدمير عقائد وأخلاق المسلمين وغيرهم، وفي استهداف أمنهم. والأب الذي ييسر لأبنائه وبناته هذه الرفقة السيئة والخلوة بها ويجعلها في مخادعهم أو في مجالسهم عاكفين عليها عكوف المشركين على أصنامهم، لا شك أنه يهدم بيته بيده ويعينهم على الفحشاء والمنكر والبغي. فبرامج الكيك والباث والسناب شات والإنستغرام وغيرها كثير يفضح فيها الناس أنفسهم ويظهرون للآخرين عوراتهم العقلية وعوراتهم الجسدية، ويظهرون للناس سوء تربيتهم ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الشهرة وابتغاء أن يعرفوا بين الناس، ولو كان عن طريق اللعن، ولو كان ذلك عن طريق ما يهدم الدين أو يثير الاشمئزاز في قلوب الآخرين. بل إن منهم من رضي أن يجعل من نفسه أضحوكة يستهزئ بها القاصي والدان رغبة في إضحاك الناس وترفيههم، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الذين تقام لهم المجالس والمسارح الفكاهية، وهذه ظاهرة نذير سوء بدأت تنتشر في بلاد الحرمين، ما يعرف باسم الستاند اب كوميدي، هذه من الأمور المنكرة التي هي مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا ما يفعله المسلمون الآن، حذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له، ويل له، تحذير والله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك المساكين الغافلين ولمن يشاهدهم ويشجع على فعلهم من المسلمين وعوامهم. وماذا ينتظر من رضي لأبنائه رفقة السوء؟ إن تلك الحضارة المزيفة التي يراها ضعيف الإيمان في وسائل الإعلام لتخلب عقله وتأسر قلبه، حتى يكون الشاب أو الفتاة حبيس الشهوة والفراغ والتقليد الأعمى. ووالله كل من حرف فتى أو فتاة أو فتاة من أبنائنا، كل من حرف أحدهم، تذكرت كلام علمائنا الأجلاء في تحريم إدخال القنوات الفضائية في البيوت قبل 25 سنة، وكيف اتهمهم الجهال آنذاك، وكيف يتهمهم الجهال اليوم بالجمود والتخلف. فبالله عليكم، أين نحن اليوم بعد دعوتهم تلك ومعارضة من خالفهم من أعداء الدين؟
إن استخدام تلك الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل أمر محمود وأمر مشكور، لكنها قطرة في محيط وفي بحر متلاطم الأمواج. والله عز وجل قد قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ففي الخمر منافع وفي الميسر منافع، لكن لأن الإثم أعظم حرمها الله عز وجل. فكيف بهذه الوسائل الترفيهية والمواقع الاجتماعية؟ عباد الله، ما من بيت اليوم إلا ويعرض فيه علانية النساء الكاسيات العاريات يتراقصن على نغمات فاجرة، تعرض فيه تمثيلية أجنبية تشيع الفاحشة بين أفراد الأمة، فيه يعرض فيلم يعلم الرذيلة والجريمة وتعاطي المخدرات. فأي عقيدة لدى شبابنا وفتياتنا تعصمهم من الوقوع فيما يرونه ويعجبون به صباح مساء؟ بالله عليكم، أيهما أخطر؟ هذه الفيروسات والأوبئة، إنفلونزا، الخنازير، الكورونا، الوادي المتصدع، جنون البقر وغيرها من الأمور التي نخشاها ونخافها ونعلم أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ترى الناس يلبسون الكمامات ويحثون صبيانهم وأولادهم على غسل أيديهم وتطهيرها، وهذا المرض إن أصيب به الإنسان كان كفارة له من الذنوب، ولعله بإذن الله عز وجل وفضله يشفى منه. فأيهما أخطر، تلك الأوبئة أم تلك الأمراض التي دخلت بيوتنا لا تجد أحدا في مجلس إلا وهو جالس على هذه الهواتف المتخلفة وليست هي من الذكاء في شيء، ولكنها إن استخدمت في الدعوة إلى الله عز وجل وفيما ينفع الناس في دنياهم أصبحت هواتف ذكية. لكن هل هي أولى بالمنع وأولى بالحجر والتطهر والتنظف، أم تلك الأوبئة والأمراض التي ربما تكون من أسباب التطهير من الذنوب والمعاصي؟ فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي من جعل الله لكم الولاية عليهم، تخيروا جلساءكم وجلسائهم قبل فوات الأوان، وإياكم ثم إياكم من مخالطة النصارى والكفار أو مخالطة الفساق من أهل الدنيا الذين يجاهرون بالذنوب والمعاصي، واعملوا بوصية حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تصاحبوا إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامكم إلا تقي. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ بما يرضيك آمالنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل ثأرنا وخيدنا على من ظلمنا وعادانا، وسخر لنا الصحبة الصالحة في الدنيا يا رب العالمين التي تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتكون لنا جسرا إلى جنات النعيم وأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.